نتواجد بالرواق الخاص بالفرصة الثانية الجيل الجديد، كما تلاحظون معروضات من الحلويات المتنوعة التي تشرف عليها الأنسة. نجلاء الهاتف. نعم نجلاء الهاتف السيدة نجلاء الهاتف. هذه المنتوجات ديالكم تلاقي شي إقبال؟ لقي الإقبال حتى الآن في السوق. وانت ماذا الاستفادة ديالك مع هذا؟ استفدت بزاف تاع الحوايج، استفدت كي كندير نخدم، كي كندير نبيع، كي كندير بزاف تاع الصوالح. والحلويات تعلمت تعلمت تقريبا بزاف تاع الحوايج من الحلويات. اشنو تقولي للناس تاع وجده؟ كنبغي نشكرهم كاملين، كنبغي نشكرهم كاملين ونقول لهم روحوا عندنا المعرض تشوفوا الحلويات ديالنا. معنا كذلك المسؤولة حياة بالحجي، مساعدة اجتماعية بمدرسة عبد الكريم الطابيل، الفرصة الثانية الجيل الجديد. ماذا يمكن أن تقولي لنا عن هذا المشروع؟ هذا المشروع كيختص بالوليدات اللي ما قدروش يكملوا الدراسة ديالهم في التعليم النظامي، كيرجعوا عندنا فرصة ثانية كيقراو الشعبة مثلا طبخ ولا حلويات ولا حلاقة. الصباح كتكون عندهم السنة الأولى كتكون عندهم مجال تربوي، والعشية عندهم استئناس مهني إنيسياسيون بروفيسيونيل، والسنة الثانية كتكون عندهم لا فورماسيون باغ ابرونتيساج، ديك الساعة غادي يحصلوا على الدبلوم ويخرجوا إن شاء الله للميدان باش يشتغلوا. كيف كان الإقبال على هذا؟ على هذا المشروع بطبيعة الحال كان الإقبال كبير بلا حملات تحسيسية، نظرا لتواجد الجمعية في مكان استراتيجي اللي كيشمل ملتقى شريعي مولاي الحسن وحي التقدم، اللي كان تبارك الله التوافد من الطفل إلى الطفل. يعني الحمد لله كان الإقبال كبير نظرا لأن طلبوا منا بالشراكة باش يكون غير 125 وحنا سجلنا 165 مستفيد، ولحد الآن باقيين متواصلين معنا وباقيين كيشتغلوا، والحمد لله النتيجة ديال العمل ديالهم. هاد المنتوجات والإقبال على هاد المنتوجات الحمد لله في المستوى، الناس بقوا كيعرفوا القيمه وكيبغيو يشجعوا هاد الفئه المستهدفه من التلاميذ باش يشجعوه. نتمنى لكم كامل التوفيق. شكرا سيدي، والشكر كبير كيرجع للسيده حوريه عراض، هي اللي مشرفه على هاد البرنامج وكدير اكثر ما في الوسع ديالها، كتضحي بالحياه الشخصيه ديالها باش هاد الوليدات ان شاء الله يشوفوا النور ويخرجوا للحياه العمليه. نطلب لهم كامل التوفيق. شكرا.